شلونكم شباب؟ نريد نراويكم شلون يوم اليو تي ان 1 التمريني. ها حسن يمي تسلم عافيه يا شباب. نريد نبدا تحضيرات الحفله اربيل شهر 11. حلوه بمشيتها تسحر ضحكتها من تمشي اغني واتمايل يا ليل يا ليل كل معجب بيها الله يخليها من اول نظره وقعتني يا ويلي يا ويل وهي ولا ببالها مغروره بحالها قلبي المتولع مغرم بجمالها هي هي ليش ما تردين علينا يا الوجهك احلى مرحبا وياكم شارب وياكم ارت وياكم حسن اخلد من فريق تي ان 1. طبعا صار لنا 3 ايام بنشتغل متواصله يعني لليل 12 بالليل لانه صعوبه التمارين اللي دا تصير لما احنا كل واحد بدوله يعني ما نقدر نتمرن بالشكل الصح فنستغل الايام اللي قبل الحفله حتى تجمعنا كلنا ونسوي كل التمارين بالشكل الصح. حاليا احنا باربيل طبعا صار لنا 3 ايام تمارين مستمره يعني متحضرين الحفله مهمه برعايه طبعا تلفزيون اليو تي في اللي اتاح لنا هاي الفرصه الكبيره انه نعود للوطن لجمالنا الحبيب. طبعا هاي الزياره الاولى لنا لاربيل وابد ما شايف اربيل بخير. اربيل واو فشي جنن مدينه متطوره جدا على مستوى العراق والناس طيبين وحبينا انه نشوف الناس ونتعرف عليهم وتقريبا هسه فوق ال 11 ساعة احنا دخلنا على التمرين وصراحة كلش متعب وتعبان جدا بس بدنا ننام بس هم الشباب لازم نكمل وياهم مجبورين طبعا وان شاء الله التعب مالتنا تبين نتائجه بيوم الحفلة ونقدم شيء مميز يختلف عن كل الحفلات اللي الجمهور العراقي شافها طبعا كل حفلة اكو جانب هواي الناس ما تشوفه هو جانب التواصل بين الموسيقيين وطريقة اختيارنا الموسيقيين احنا لأنه أكثرنا من دول مختلفة فدائما نتواصل لازم ويا الشباب اللي يشتغلون ويانا بالحفلات وتعرفون احنا أكثر من يعني غير يو تي ان 1 الأربعة اكو أربع شباب موسيقيين يجونا من دول مختلفة فهالمرة من لبنان جوي وكلهم طبعا هم جزء من الفرقة يعني جزء مهم من الفرقة لأنهم مشتغلين ويانا بالأغاني أغاني الفرقة الموزع مازن سبليني صديق والصديق رافي الموزع أيضا وإلي عقل اللي هو عازف جيتار وهو ميكس إنجينير ساوند إنجينير يشتغل ويانا مهندس صوت وهيثم اللي هو همين دائما ويانا عازف البيس فالحمد لله يعني هذا العمل ويا كل هالتعب والتواصل بس قدرنا نحققه واليوم هنا احنا موجودين ودنا نتمرن قبل الحفلة اللي هي الحفلة المنتظرة في أربيل لأول مرة. طبعا دائما أي عمل فني وأي حفلة فنية بضخامة الحفلات اللي نسويها يحتاج لها رعاة وسبونسرز يكونون موجودين حتى نقدر نغطي تكاليف هذه الحفلات واحنا هالحفلة محظوظين انه قناة يو تي في هي اللي كانت ويانا بهذا التعاون وتعاون لاول مرة والحلو انه يو تي في هي قبل من اول انطلاقها اسمها قريب على اسم الفرقة فتعاون حلو وطبعا ويانا ايضا اصدقائنا الفنانين سيف شاهين اللي صديقنا العزيز اللي جاي من دبي شاركنا بهاي الحفلة وصديقتنا ديانا الحمصي جاية من بيروت وكلهم يعني موجودين بالتمارين دا نتمرن دا نحضر واكيد راح تشوفون مقاطع من هاي التمارين. كم كالوري تحرق باليوم شانت؟ ها؟ ايه قل لي كم كالوري؟ احرق 1000 كالوري. 1000 كالوري يابا 1000 كالوري كل جلسه.
التعب بيطول صعب العيش من دونك مربية يا حلو الطول من متكحل عيونك. أغنية مربية يعني كلش أحبها من زمان، أكيد هي أغنية جميلة يعني تظل هم اللي نعرفها بيها، بس مربية كلش إلها معزة خاصة عندي. أكيد لغة العين هاي أغنيتي المفضلة كلش أحبها لهم. والله بصراحة أقول لهم استمروا لأنه فرقة راقية، وأتمنى يعني تصير بعد عندهم أغاني يعني صدق أغاني راقية. يعني جاية حتى أنظف إذني من التلوث السمعي اللي دائما نسمعها. والله هاي الحفلة أخذت من عندنا شهرين من كنا بأمريكا لتحضير الحفلة، وهسه من جينا صارت 3 أيام تمارين متواصلة ويا كل الموسيقيين اللي جايين من بيروت واللي جايين من أوروبا ومن أمريكا، فهواية تعبنا عليها وإن شاء الله تطلع شيء حلو والكل يفرحون بيها ونلتقي بجمهورنا لأول مرة في أربيل. سوينا تقريبا 5 أو 6 بروفات على مدة 3 أو 4 أيام وتعبنا هواية، بس إن شاء الله تبين بهاي الحفلة ويبين التعب مالتنا. يعني أكيد إحنا هاي أول مرة نجي لأربيل وعندنا جمهور بأربيل وجايين إحنا على مودهم، وريد نشوف هاي يعني تعرف انت واحد لما يسوي اعمال وينزلها شلون انت تعرف اذا العمل وصل للناس، لما انت تسوي مناسبه او حفله وتشوف الناس اللي يجون وتفاعل الناس، يعني احنا هاي طبعا من حتشوف يعني تفاعل الناس ويانا، وهذا هو راح يبين لنا مدى نجاح الاعمال اللي بننزلها، واكيد يشجعنا انه نقدم الاكثر. فقره طويله جدا اكثر من 2 ساعة واني دراما راح يكون موجود، الله يساعدني بهاليوم، متعب جدا ولكن ان شاء الله نقوم بواجب. تقريبا 5-6 أيام احنا بعمل مستمر، بس ولا حسينا باي تعب بالفعل، يعني بصراحه بلا تعب بلا شيء. وهسه احنا يعني قبل ما نيجي القاعه كنا كثير تعبانين، قلت راح انام يمكن ما راح اقعد، بس شو رجعت هسه دا اشوف الناس والناس اللي دا تنتظرنا، فهذا رجع نشاطنا. انا راح اطلع اغني 3 أغاني فقط، يعني ضيف على الشباب، وكلش مهم عندي اطلع بهيك ستيج وهيك جمهور مثقف. كلش يعني شغله راح تضيف لي يعني ان شاء الله، واعتقد انه نادره الوجود هاي النوع من الحفلات. يعني انا بعرف قد ايه الجمهور العراقي كثير مبسوط انه يعني لهم وقت بيوتي ان وان ما عملوا كونسرتس وهيك، سو I'm sure that they are very excited. تحضيرات يعني مثل ما تعرف انه فريق UTN1 عندهم اغانيهم عندهم ستايلهم، فاحنا محضرين يعني اغلب البروجرام راح يكون اغاني فريق UTN1 ومطعم بشويه اغاني عراقيه اجنبيه حلوه الناس تحبها وتحب الستايل مال UTN1. كلش متحمس يعني انا احب الكونسرتس وخصوصا ما ويا فريق UTN1 يعني اوفر متحمس. 1 2